بلاغ جديد ومهم لمستعمل الطريق في المغرب. دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة مضاعفة الحيطة والحظر، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك برسم السنة الهجرية 1444. وحثت الوكالة في بلاغها مستعملي الطريق لاتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. ونظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين، تحث الوكالة كافة الركاب إلى التقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على سلامتهم واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة.